تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأولى بالرعاية، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق أكبر مبادرة إطعام. تطلق المبادرة تحت عنوان خيرك سابق ضمن جهود التحالف لدعم جهود الدولة للحماية الاجتماعية. 5 ملايين أسرة مصرية تستهدف مبادرة خيرك سابق دعمها خلال العام. كارت الخير أولى آليات مبادرة الإطعام، تستطيع الأسرة شراء مستلزمات غذائية بحد أقصى 500 جنيه. منافذ متعددة سيعلن عنها التحالف الوطني في مختلف أنحاء الجمهورية للصرف بكارت الخير. كراتين المواد الغذائية ستوزع على الأسر المستحقة لمنازلها وفق قاعدة بيانات التحالف. وجبات ساخنة ستوزع من مطابخ التحالف بمحافظات الجمهورية كافة. سيعمم التحالف على الجمعيات القاعدية استمارة طلب إطعام شهري ليتم صرف الدعم بموجبها.